منع الفتاة من التزوج قبل عمر 18، وأنه يعد قبل ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وفي المقابل لو أرادت الفتاة أن تفعل ما تفعل قبل سن 18، تصاحب، تزني، تعاشر ما شاءت من الرجال، تمتهن البغاء، فليس لولي أمرها، لوالدها أو لأخيها أن يمنعاها من ذلك باسم الحرية الشخصية. هذا قرار يمهد للزنا من الدرجة الأولى. فمنذ أول فترة من البلوغ بعمر 13 و14 سنة يبدأ الشاب وتبدأ الفتاة بالميل العاطفي الجبلي من كل شخص للآخر، من الذكر للأنثى ومن الأنثى للذكر. بل إننا الآن يندر بنا جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية لأبناء المسلمين، يندر جدا أن نجد شابا أو فتاة في المدرسة الثانوية لا يحب فتاة أو مر بتجربة حب مع فتاة أو أكثر. وكذلك الأمر بالنسبة للفتيات، بل قد تستغرب الفتاة إذا جاءها صديق، إذا جاءتها صديقة لها وقالت لها قد تزوجت أو خطبني فلان، تقول لها خطبك بدون قصة حب، زواج تقليدي. لعموم هذه البلوى في مجتمعنا أنه لابد لكل زواج من حب يدنسه قبله. فإننا نجد هذه المشاعر تتعجج، أما نرى انتشار الفواحش في هذا البلد. حدثنا شيخنا حفظه الله سبحانه وتعالى أن طبيبا اتصل به ليسأله عن حكم عملية إجهاض لفتاة أتت بها أمها وهي حامل، أتت بها أمها وهي حامل وتريد أن تجهضها. طبعا الفتاة حامل من الزنا، ولكنك تنصدم حينما تعلم أن عمر هذه الفتاة 11 سنة. بنت ال 11 سنة وال 12 سنة عم بتوجه لهذا التوجه المحرم. ومع تقدم السن تزيد الرغبة بالزواج عند الشباب وعند الفتيات. فأين يذهب الشباب بأنفسهم؟ نعم، نحن مع تقنين هذا الأمر ومع ضبطه، بأن توضع حلول، أو تعجز حكومة بما فيها من كوادر أن تضع حلولا لموضوع الزواج المبكر عند الإناث وما فيه من مشاكل، فتجد أن الحل بمنعه. فمن أراد أن يتزوج منع. من الممكن أن تضع الحكومة بعض الأمور دورة في شؤون دورة قبل الزواج أسبوعان أو ثلاثة لمدة ساعتين في اليوم بإدارة أو بالتعامل بين الزوجين، دورة في فن الطهي ونحو ذلك من أساسيات المنزل للمرأة ونحو ذلك، بما يجعل المرأة تنضج. أمر يشيع الفاحشة ويسهل البغاء ويسهل السحاق بالنسبة للنساء إذا منعوا من الزواج. فالشاب فيما دون عمر 18 والفتاة كذلك، افعلوا ما شئتم من زنا، ولكن إياك أن تكون متطهرا، وإلا ستكمش بالجرم المشهود، وجريمتك أنك قد امتثلت قوله سبحانه وتعالى، أو قد انطبق عليك قوله سبحانه وتعالى على لسان قوم لوط: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فتمسك بجريمة عظمى وهي النكاح على سنة الله ورسوله.